فلاحيا تم بولاية برج بوعريج ربط مستثمرات فلاحية بالكهرباء الريفية ضمن مشروع يهدف إلى ربط 500 مستثمرة فلاحية بالكهرباء قصد مرافقة الفلاحين وترقية النشاط الفلاحي بالولاية. طارق حاجي. 72% من خضروات ولاية برج بوعريج تخرج من سهول منطقة بولحافة الخصبة، فبعد الربط بالطرق جاء الدور على ربط المستثمرات الفلاحية بعنصر لا يقل أهمية عن الطريق ألا وهو الكهرباء. عندنا مدة تاع 4 سنوات وحنا نعانيو مع الجروب الإلكتروجين تاع تريسيتي، دايرين جروب الحمد لله اليوم هاو فرج علينا ربي هاو جابوا لنا تريسيتي. هكذا مام حنايا كي شجعنا بتريسيتي نقدروا نهبطوا في أسعار الخضر. نقولوا انا كانت تكلفة تاعي تستقام لي مثلا ب 10,000 الكيلو باش نجيب الربح تاعي الهامش تاع الربح تاعي، بصح دوك هكذا نبيع ب 5,000 والحمد لله. يعني انا نخدم في القمح، انا زرعت 38 قنطار قمح كرة تسقي جيو ممبران، يعني والله الثروة الحيوانية كلش راه بالتريسيتي. هذا وسطرت مصالح الفلاحة ببرج بوعريج برنامجا لربط 500 مستثمرة فلاحية في الاجال القريبة. حاليا عمليه الربط انتهت في 119 مستثمره، عندنا 24 مستثمره اللي راها قيد الانجاز في الوقت الحالي، الباقيه راها قيد الدراسه من اجل الربط. كذلك اطلقنا عمليه واسعه لربط اقليم وادي محجر اللي يمتد على اربع بلديات اللي هي القله الماين تفرك والجعفره. شبكه التوزيع بلغ طولها حوالي 199 كيلومتر، ولا تزال جهود مديريه توزيع برج بوعريج متواصله لربط كافه المستثمرين الفلاحيين بالطاقه الكهربائيه. وبهذا تطمح ولاية برج بوعريج لتكون قطبا وطنيا لإنتاج الخضر وبتكاليف معقوله.